اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام من جديد، وابدا نقاشي مع الدكتور ياسر طنطاوي. دكتور ياسر، نعلم ان قرارات الجمعيه العامه للامم المتحده غير ملزمه، ولكن بلغه السياسه ان لم تستطع ان تحول الهزيمه الكبرى الى انتصار فعلى الاقل حولها الى هزيمه صغيره. هل نستطيع ان نقول ان ما حدث اليوم هو ربما نصر معنوي؟ كان كما تعلم ويعلم الجميع انه كان تصويت تحت التهديد. اي رسائل او اي رسائل اذا وجهت الى الاداره الامريكيه من خلال هذه الجلسه وهذا التصويت؟ الحقيقة أنا مش هقدر أقول إن هي هزيمة، هي بالفعل انتصار، وانتصار كبير جدا للفلسطينيين، وانتصار للدول العربية، لأن المسألة مش هزيمة، هي ما قامت به الولايات المتحدة من تحركات ومن قرارات لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عاد القضية الفلسطينية إلى الصدارة. ما حدث الآن في الأمم المتحدة أو ما حدث اليوم في الأمم المتحدة هو إجماع دولي ضد القرار الأمريكي، وبهذا الأمر لن يكون للقرار الأمريكي أي جدوى سواء من الناحية السياسية أو من التواجد على الأرض، لأن في ذات الوقت الذي أصدرت فيه الولايات المتحدة الأمريكية قرارها بهذا الأمر هذا الأسبوع أيضا قامت في نفس الوقت بإعلان إسرائيل بعدم البناء في منطقة القدس لعدم إثارة العرب والمسلمون. فالمسألة هي بلطجة سياسية، ممكن نقول انها بلطجة سياسية، بالإضافة الى ان اسرائيل ايضا يجب ان تحاسب نتيجة يعني ان هي اطلقت الشتائم ضد الدول في الامم المتحدة، حيث قال نتنياهو ان الامم المتحدة هي بيت اكاذيب، بالإضافة الى ان مندوب اسرائيل في الامم المتحدة داني دانون قال أيضا أن من الموجودون في الأمم المتحدة هم مجرد دمي أو أرجوزات، لن يكون لهم أي دور سوى تنفيذ قرارات. فيجب على الأمم المتحدة اتخاذ قرار ضد إسرائيل بسبب ترويجها لهذه الشتائم ضد الدول في الأمم المتحدة. طيب دكتور ياسر، احنا بنتكلم عن عدد ليس بالقليل، بنتكلم في 128 دولة صوتت لصالح هذا القرار. يبدو أن العالم ينتفض ليزيح هذه الهالة الأمريكية. معركة دبلوماسية إذن بدأت ما بين دول العالم وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتخطت الدول حتى أصبحت أن هناك معركة دبلوماسية زي ما حضرتك بتقول ما بين المنظمات الدولية والولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني ممكن أن نطلق على هذا العصر الذي تعيش فيه هو عصر التحذيرات، حيث أطلقت العديد من التحذيرات من أجل إجبار الدول في الأمم المتحدة للتراجع عن هذا القرار أو عدم إصداره، حيث يعني أشارت إلى المعونات التي تقدمها إلى هذه الدول وحاولت بقدر الإمكان الضغط على هذه الدول، وفي ذات الوقت أيضا قامت بالضغط على الفلسطينيين بحيث يلتقي الرئيس أبو مازن بمندوب الرئيس الأمريكي خلال تواجده أو خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط، وحذرت من هذا الأمر وقالت أن الفلسطينيين لا يريدون السلام ويحاولون بقدر الإمكان إعاقة السلام بعدم لقائهم مع مندوب الرئيس الأمريكي. وفي نفس الوقت أيضا أطلقت العديد من التحذيرات للشعب الأمريكي من التنقل في الدول وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. فهي فترة التحذيرات من قبل الولايات المتحدة، معنى ذلك أن أنا أرى يعني أن ما تقوم به الولايات المتحدة من تحركات سياسية هي ليست سياسية وليست تحركات تنم عن ذكاء سياسي، وإنما هو تحركات عشوائية تعتمد على مجرد قصص وترويج قصص صهيونية للقدس وان هي عاصمة لإسرائيل، على الرغم ان من يعود الى الواقع التاريخي يعلم ان للفلسطينيين الحق في هذه المدينة التي كانوا موجودين بها قبل تواجد بني إسرائيل. فما تقوم بها الولايات المتحدة هي مجرد يعني قصص روجتها الصهيونية من خلال وسائل الإعلام الموجودة في الولايات المتحدة، واقتنع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقام بإصدار هذا القرار الذي يمثل رجعية لعملية السلام وينسف كافة الإجراءات التي ظلت خلال عشرات السنوات الماضية من أجل الوصول إلى سلام حقيقي وعادل ما بين الطرفين.
يمكن وقد بات واضحا تأكيدا لكلام حضرتك أنه من بعد اتخاذ القرار مباشرة والمواجهات مستمرة ويوميا يسقط شهداء ومصابين. السيدة نيكي هالي يعني هي كانت قد حذرت وعاد التحذير مرة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل من يصوت وتوعد لكل من يصوت على هذا القرار، ولكنها انسحبت قبل أن تسجل أسماء الدول التي صوتت أو امتنعت عن التصويت أو ما إلى ذلك إلى أن يكون لديها إحصائية كاملة بما حدث. يعني من وجهة نظرك كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية، نحن نتحدث عن 128 دولة، كيف ستتعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الدول؟ الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لا تعترف بقرارات الأمم المتحدة وتحاول أن هي بتحاول ضرب عرض الحائط بكافة هذه القرارات، ولا تعترف أيضا بقرار مجلس الأمن 478، ولا تعترف بأي شيء غير فرض الأمر الواقع. وبهذا الأمر فهي تفرض عملية الإرهاب في المنطقة وتؤدي إلى تطويق عملية السلام، بل بالعكس يعني تؤدي إلى ظهور العديد من الميليشيات ومحاولة فرض أمر واقع في مقابل الأمر الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة. وهذا الأمر يعني ندخل في صراع وتدخل المنطقة في دائرة لا يمكن الانتهاء منها. فيجب على المستشار الرئيس الأمريكي وبالإضافة إلى المؤسسات الأمريكية أن تعي خطورة هذا الأمر وتحاول بقدر الإمكان تدارك هذا الموقف، لأن كافة التحليل السياسية وكافة المحللون السياسيون يعني لم يكن يتوقعوا أن يقوم الرئيس الأمريكي بإصدار مثل هذا القرار. يعني هذا القرار جاء في وقت عصيب للغاية نظرا لما تمر بها المنطقة من أحداث ومن يعني من تداعيات، فجاء هذا الأمر ليضيف الكثير من المشاكل والكثير من التداعيات التي كانت المنطقة في غنى عنها. فالمسألة يعني هو فرض أمر واقع وفرض بلطجة سياسية على القرار من أجل يعني إشباع يعني رغبة الرئيس الأمريكي، بحيث أنه ما قدرش أو لم يستطع أن هو يقوم بإجراء يعني مفاوضات مع كوريا الشمالية أو فرض أمر واقع، فحاول أنه هو يعني يقوم بتحسين صورته من خلال فرض أمر واقع على الأرض العربية. طيب دكتور ياسر، يعني أليس مستغربا أن تتفق كل مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية وتصطف خلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سابقة لم تحدث منذ توليه السلطة؟ يعني شهدنا دعم من الكونغرس، الكونغرس هو صاحب هذا القرار، الخارجية تتحدث بنفس لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرغم منهم في مختلف القضايا، وكما شهدنا دائما ما كان يكون هناك خلاف. أي صفقة إذن عقدت مع الجانب الإسرائيلي جعلت جميع مؤسسات الدولة الأمريكية تصطف وراء الرئيس دونالد ترامب؟ الحقيقه يعني انا دعني اوضح لك شيء مهم جدا، وهو الشيء اللي يعني كنا يعني نطالب منه منذ فترات طويله. نحن من خلال وسائل الاعلام ومن خلال الوسائل الاعلاميه الموجوده في العالم العربي والعالم الاسلامي لا نستطيع اننا نتوجه للشعب الامريكي وللشعوب الغربيه برؤيتنا من اجل ان يعني نصل الى افكارهم ونحاول ان احنا نقنعهم بعداله القضيه وبعداله الوضع الفلسطيني. يجب على احنا في وسائل الاعلام تتحدث يعني لانفسنا ولا تتحدث الى الاخر، يجب ان نتحدث الى الاخر ونحاول نقنعهم. الاعلام الصهيوني سواء في الولايات المتحده الامريكيه او سواء في اسرائيل يسعى بكل امكانياته وبكل قدراته منذ سنوات طويله جدا الى شرح القضيه قضيه اسرائيل وكيفيه حقوقها وكيفيه ان هي تم الاستيلاء على الاماكن التي تمثل تاريخ اسرائيلي. فهما استطاعوا ان يقنعوا الشعب الامريكي واستطاعوا من خلال ايضا ان يقنعوا القيادات الامريكيه الموجوده، حتى والدليل على ذلك عندما تحدث ترامب عن قراره في القدس تحدث بوجهه نظر دينيه، وهذا مستبعد على رئيس الولايات المتحده الامريكيه. هناك يعني تشابه ما بين القرار الذي او التوجه الديني الذي قام به ترامب وما بين التوجه الديني الذي قام به بوش عندما قام بغزو تكلم وقال انه مبعوث العنايه الالهيه. فايضا ترامب تكلم او تحدث بلهجه دينيه وهي ليست يعني اصيله في الفكر او الامريكي، وانما يعني ده دليل على ان الاعلام الصهيوني او الرؤية الصهيونية استطاعت أن تنفذ إلى داخل عقلية القيادات الأمريكية ومنها دونالد ترامب ومنها أيضا الشعب الأمريكي، وبذلك ساند إسرائيل بشكل أو بآخر
ضد التواجد، ضد يعني الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني والحقوق المشروعه للدول العربيه. طيب الى اي مدى حضرتك شايف دكتور ياسر اننا نسير في الاتجاه الصحيح؟ ما هي الخطوه المقبله وكيف تقيم ما حدث من تصعيد؟ الحقيقه يعني سواء الدول العربيه او الاسلاميه نحن نتحرك. اولا ما قامت به جمهوريه مصر العربيه من تحرك على مستوى مجلس الامن هو تحرك يعني كبير جدا، وفي نفس الوقت ايضا ما تم من تحركات على مستوى الامم المتحده تحركات جيده جدا من اجل ان نؤكد على حقوقنا المشروعه من الناحيه الدبلوماسيه. يجب ان يكون هناك اتفاق عربي سواء من جامعه الدول العربيه او اتفاق اسلامي سواء من منظمه الدول الاسلاميه من اجل الوصول الى صيغه معينه، صيغه ممكن نقول دبلوماسيه، ممكن نقول مقاطعه للمنتجات الامريكيه. يجب ان تكون هناك صيغه تلتزم بها الدول العربيه والدول الاسلاميه من اجل الضغط على الولايات المتحده واسرائيل، لان الولايات المتحده لا تقتنع الا بمصلحتها سواء من الناحيه الاقتصاديه او من الناحيه السياسيه، فاذا رايت ان مثل هذه المصالح قد تتعرض مثلا لخطر او يكون هناك تأثير اقتصادي عليها فسيكون هناك تراجع أمريكي. أما من الناحية الدبلوماسية فنحن تحركنا بكل الوسائل المتاحة سواء من الأمم المتحدة أو سواء مجلس الأمن، وهناك أيضا التحرك قد يكون من خلال المحكمة الدولية، لكن يجب أن يكون هناك التزام واتحاد وتجمع عربي إسلامي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التراجع عن قرارها. وقد يحتاج هذا الأمر يعني فترات طويلة من المباحثات أو فترات طويلة من التحرك، ونأمل يعني الشعب الفلسطيني أيضا الذي في كل موقف. طيب دكتور ياسر، وهل هو وارد أن نشهد ظهور أي دولة من الدول العظمى في تطلب الوساطة في القضية الفلسطينية يعني على خلاف مع الولايات المتحدة الأمريكية أو تستغل الموقف؟ سريعا لو سمحت. الحقيقة قد يكون هناك يعني مصالح تدفع هذه الدول لمساندة القضية العربية والفلسطينية، ودليل على ذلك عدد الدول الموجودة في الأمم المتحدة التي صوتت ضد هذا القرار الأمريكي. معنى ذلك أن هناك دول كثيرة قد تساند هذه القضية. أعتذر منك دكتور ياسر لضيق الوقت، شكرا جزيلا دكتور ياسر طنطاوي خبير الشؤون الفلسطينية بمركز الجمهورية للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك. إذن